محمد نور الدين من حمص مدينة الرستم. 49 عام، درست طبعا بنفس مدينة الرستم وحاصل على البكالوريا نحن نسميها أو الثالث الثانوي العلمي الأدبي، وسجلت بجامعة دمشق كلية الشريعة لمدة عام. هاي متأخر بعد طبعا بعد بعام 2000، وموظف بنفس الوقت، وعندي مهنة تجارة الحبوب الزراعية من عام 1992 بشتغل فيها، ولل 2010 أو وبعد صارت في عنا الوضع بسوريا ما عاد يتحمل، فاجينا خوفا على الأطفال اجينا على لبنان. وظيفة العادية كنت طبعا هي دائما الإنسان يعني الروتين بعض أحيان بيخلق من الشخصية، إنه بتعود كل يوم الصبح بده يقوم يلبس ويحلق دقنه إلى آخره يروح على عمله على وظيفته، أكيد هذا الشيء بيعطي نشاط للإنسان، وكنت مرتاح بعملي وعملي إداري والحمد لله ماشي حال، قدرنا نوفق ما بين العمل التجاري والعمل الوظيفي. أغلب السوريين كلهم بيعتمدوا على دخلوا اثنين وثلاثة بعض الأحيان، يعني أكتريتهم زملائنا موظفين وعندهم مثلا محل تجاري، سوبر ماركت، مهنة ثانية، مزرعة، مزارع، سائق بيشتغل بعد الدوام. ايه كان او بدك تقولي غالبيتهم يعني نقول الاحتكاك المباشر مع المواطن وهمومه، مع انتاجه الزراعي، مع مشاكله الزراعية، مع تحسي طيبة القلب الموجودة عند الفلاح السوري، كيف يستقبلك، كيف ما يخليك تطلعي إلا تتغدي إلا كذا. فكنا نعاني من هيك مشاكل، فنحن كنا هدفنا الحقيقة الربح، مو هدفنا أن نقوم بزيارات يعني اجتماعية أو إلى ما هنالك، بس إنما كان في منهم بيحلفوا ما يخلونا نروح، فنحن بس كان بدنا نروح منشان نروح نشتري لنا شروة تانية وهيك شيء. كل ما في مناطق كنا نروح عليها نشتري منها مثلا هاي الاشياء، تحس انه في كتير 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 بعد بال 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 بالادوات، بعد بالتطور، بعد بالافكار، بعد بال ايه اكيد في عنا مناطق كتير كانت يعني سبعدهم عايشين ببيوت الطين، هاي اللبن نحن بنسميها قديما، ايه تحسي هذول الناس كانوا كثير نحب نشتري منهم طيبة وخامة نظيفة ما تلوثوا لا بدخان السيارات ولا بأفكار المجتمع الثاني وسيئاته. نعم، كل إنسان بريد أنه يحسن أو يشوف الشيء اللي ما عنده أو يكون من الحضر أو شو. دائما أسئلتهم كانت شوي غريبة، أنه أنتوا عندكم هنيك المدارس قريبة، نحن عنا المدارس بعيدة، نحن أو ما موجودة أو منروح على منطقة ثانية لنتعلم، أو والله عندي أولاد أنا ما بتعلم لأنه ما في مدرسة، أو من هيك أشياء، أو حتى وسائل التكنولوجيا أو يعني كانت طبعا غريبة عنهم بكل شغلة يشوفوها أو هذا أو نحكي لهم عنها كانوا يستغربوا. نعم.